لا جديد في اليمن السعيد سوى أن المجاعة تستشري في أجساد أبنائه، والفقر وغلاء الأسعار يثقل كاهلهم. سوء الأوضاع الإنسانية اليمنية وأسبابها تطرق لها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين في أول مؤتمر صحفي له بوزارة الخارجية، وأكد أن إيصال المساعدات إلى المحتاجين هناك يجب أن يكون أولوية. الحوثيون ارتكبوا عملا عدائيا بسيطرتهم على صنعاء وانتشارهم في كل أرجاء البلاد، كما هاجموا السعودية وانتهكوا حقوق الإنسان، وفي ذات الوقت نرى حملة سعودية أدت إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم. المهم الآن أن نركز جهودنا على إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين في اليمن. ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة قال إن 50,000 يمني يعيشون ظروفا شبيهة بالمجاعة، فضلا عن 5 ملايين آخرين على بعد خطوة واحدة من المصير ذاته. دوجاريك دعا إلى مزيد من التمويل الإنساني وتقديم دعم أكبر للاقتصاد اليمني لتجاوز ارتفاع الأسعار وتدهور قيمة الريال اللذين بات الجوع في ظلهما حقيقة واقعة، فضلا عن الحرب المستعيرة هناك منذ سنوات. خطة الأمم المتحدة للاستجابة للاحتياجات الإنسانية في هذا البلد لم تتلقى سوى 56% من أصل ما يقارب 3,400,000,000 دولار التي تحتاجها لتمويل خططها الإنسانية بحسب دوجاريك. 7 سنوات من الحرب ما زالت تعمق حدة الأزمة الإنسانية فيه، وأودت بحياة حوالي 233,000 شخص، ووضعت ما يزيد عن 80% من سكانه تحت مأصلة الجوع. ورحمة المساعدات في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم على حد وصف الأمم المتحدة.